أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء حسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ الکہف کا ایک رکوع ہم نے پچھلے سبق میں مکمل پڑھ لیا ہے. اب ہم سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا
بربهم آمنوا بربهم وزدناهم ہدن. سامعین محترم، یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو اس ہدن کو وقف کی حالت میں ہدا پڑھیں گے، وزدناہم ہدا، وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض یہ لام کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، اور دال کو جو کہ ساکن ہے نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے. لن ندعو من دونه إله لقد الہن کی جو ہا ہے لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. الہ لقد، ہا دو زبر لام حل، لام زبر لا، الہ لقد قلنا، لقد قلنا، اذا شققا لقد قلنا هؤلاء قوم اتخذوا قوم، نون کو تا مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. نون تا زبر نت، تا زبر تا، قوم اتخذوا من دونه آلیہتن
وقف کی حالت میں آلیہ اس کو پڑھیں گے، آلیہ لولا یأتونا، لولا یأتونا علیہم بسلطان بین، علیہم بسلطان، علیہم پہ غنہ کریں گے، بسلطان بین، بسلطان بین، سلطان کی جو نون ہے اس نون کو یہ میم سے بدلیں گے، نون دو زیر میم نیم، با یا زبر بیج، یا زیر یی بیج، نون دو زیر نیم بیج نیم، بسلطان بیجن، وقف کی حالت میں بیجن کو بیجن پڑھیں گے، فمن اظلم، فمن اظلم، اظلم مم من افترى، ممن افترى على الله، على الله كذبا، على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم، وإذ واو زبر وا حمزة زير إي زال عين زير زير، وإذ اعتزلتموهم، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ، فَأْوُ، فا حمزہ زبر فا واو الٹا پیش مد وو، فَأْوُ إِلَّا اللَّهَ، فَأْوُ إِلَى الْكَهْفِ، إِلَى إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، يَنشُرْ غنّا کریں گے یہاں پر، يَنشُرْ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، سوری رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ينشر لكم ربكم من رحمته، من رحمته، نون ساکن کو چھوڑ دیا جائے گا، نون کو را مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، من رحمته، ويهيئ، ويهيئ
يجئلكم ويهيئلكم من أمركم مرفقا ويهيئلكم من أمركم مرفقا أمركم كاف ميم ميم بيشكم ميم رازر مر من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور طالع عین کو تائے مشدد کے ساتھ ملائیں گے تا ساکن کو چھوڑ دیں گے طالع التزاور ان کہفہم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ با کو تا مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا تا ساکن کو چھوڑ دیں گے غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي وقف کی حالت میں فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا لام یازر لی یا دو زبر میم یم ولی یم مرشدا ولی یم
مرشدا. سامعین محترم، سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.